صفقة ما ستكون مطروحة على طاولة الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين خلال قمتهما في وقت لاحق هذا الشهر في هلسنكي. هذا ما يخلص إليه مراقبون ومحللون ومسؤولون على امتداد العالم. في آخر تصريحاته رفض ترامب أن يقول ما إذا كان بوتين صديقا أم غريبا، بل إنه منافس على حد تعبيره، تنافس على امتداد العالم ربما، لكن ذلك التنافس يستعر في نقطتين ساخنتين اليوم، سوريا وأوكرانيا. سيناريو الصفقة الذي تناولته صحف حول العالم لا سيما في إسرائيل هو أن تعترف واشنطن بضم روسيا لشبه جزيرة القرم الروسية وترفع العقوبات عن موسكو، في المقابل يترك لبوتين الملعب السوري بشكل كامل ويتولى هو إخراج الإيرانيين من سوريا. أن اتفاقا يبدو أنه يثير اهتمام إسرائيل كثيرا ويحرك رئيس وزرائها تماما، وبينما يتحدث البعض عن صفقة قرن مزعومة، العيون على صفقة القرم، لكن مراقبين يشككون في التوازن داخل الصفقة وإمكانية التوصل بالفعل إليها. فأوكرانيا فضاء استراتيجي لأمريكا والحلف الأطلسي على عكس روسيا، فيما تحوم شكوك حول إمكانية فك ارتباط نظام الأسد بالنظام الإيراني المتغلغل في سوريا حتى العظم.